لسه طالع يا جماعة على السلم أعلف الطيور، ورن علي رقم غريب كده مش متسجل على الموبايل، واحد من متابعين القناة. ولما فتحت المكالمة وكلمني حرفيا اتصدمت من كلامه واتفاجئت من كلامه ومن طريقة كلامه ومن أسلوب كلامه، وبسبب فيديو شافه عندي على القناة بقى عمال يقول لي كده ويتكلم بالطريقة دي. فكان لازم اطلع اوريكم يا جماعة الوصفة اللي هو شافها في القناة وعمل كده وقال لي الكلام ده، وانتوا تشهدوا وتقولوا نقول حزبي الله ونعم الوكيل فيه ولا نقول ايه بالظبط. هنشوف يا جماعة مع بعض ونشوف ونسمع المكالمة ونشوف كل حاجة مع بعض في الفيديو ده. بس اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد الناس تشوفه وتستفيد. يلا بينا ننزل نعمل لايك للفيديو ونرجع نعلف الطيور كده مع بعض ونشوف هنعمل يا جماعة. بس كده قبل ما اقول لكم على المكالمة وقبل ما اقول لكم على الراجل قال ايه، هنتعرف على الطيور اللي على سطوح يومياتي في مزرعتي. مبدئيا كده يا جماعة اشهر حاجة على السطح هو الرومي التركي. ده رومي تركي يا جماعة امريكي، وده رومي تركي تايجر اللي هو رانو رصاصي. مش موجود منه حاليا كتاكيت والله يا جماعة، لكن ان شاء الله لما يكون موجود هبقى اقول لكم. الكتكوت الرومي الامريكي التركي ده بيعمل من 100 ل 120 جنيه تمام، واللي عاوز يكلمني ويحجز تمام. طبعا الرومي الاسود ده متوفر بجميع الاعمار، وكمان الوز يا جماعة متوفر برضو بجميع الاعمار. لو اي حد عاوز اي حاجة من الوز ينزل يكتب لي تحت في الكومنتات وانا عينيا ليه حاضر. وكمان يا جماعة البط الخالص بلد على مسكوفي، شايفين ما شاء الله الذكورة عاملة ازاي، والارنب والحمام. وببيع طبعا يا جماعة صحي ومذبوح. اي حد عاوز اي حاجة ينزل يكتب لي تحت في الكومنتات. ماشي يلا بينا بقى كده نعلفهم ونشوف الراجل. طبعا يا جماعة الاستاذ احمد ده متابع لقناة يوميات في مزرعتي، ومتابع كويس جدا 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 وبيشوف كل الفيديوهات. طيب كلمني قال لي كلمني يا جماعة، كنت انا عامل وصفة عن القمح المبلول، كنت قايل خالتي قالت لي انقع القمح واطلع حطه للطيور وشوف البيض والاوزان هتكون عاملة ازاي. طبعا يا جماعة والله العظيم والله العظيم والله العظيم احسن حاجة تقلك وزن البط واحسن حاجة تخلي الطيور تبيض هو القمح ده. الغلة دي كويسة جدا 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 يا جماعة والله العظيم، رهيبة 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 رهيبة، وبتزود جامد جدا في وزن الطيور. وزي ما انتم شايفين كده بوكلها لأي طيور، وكمان الناس اللي بتخاف تحطها سليمة كنت انا عامل الفيديو قايل ان احنا نحطها مبلول. بصوا يا جماعة بخلي البط الشرشري الصغير ده ياكل منها، الرومي ياكل منها، الوز ياكل منها، كل الطيور بتاكل منها عادي جدا، مفيش منها اي خطر. المهم هو كلمني وبيتكلم عن الوصفة دي يا جماعة، وهو بصراحة شغفني في الاول لكن بعد كده كلامه فرحني فرحني فرحني. هو يا جماعة كان بيشكر على الوصفة جدا جدا جدا، وبيقول ان الوصفة كويسة وان هي خلت الطيور عنده باضت والبط شال اوزان عالية، وطلب مني ان انا اعمل لكم الفيديو ده تاني لان الفيديو ده اللي انا كنت عامله ده كان من سنة. فانا قلت مش هبخل على حبايبنا واطلع اعمل لهم الفيديو تاني واوريكم. وما شاء الله طبعا كان لسه مفيش كل الطيور دي، وكانت لسه برضو القناة ما اتشهرتش قوي الحمد لله زي دلوقتي. ده يا جماعة هوت الغلة اهي، شايفين هو ده يا جماعة القمح، وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو على الطريقة المبلولة. الكيلو من ده يا جماعة ب8 جنيه، وده موسم اصلا القمح. بصوا شايفين الوز بياكله، الوز بتاكله اهي، اهو الرومي كل الطيور يا جماعة بتاكله، مع ان هما والله العظيم يعني انا كنت لسه موكلهم عيش. بس طبعا يا جماعة ما ينفعش يكون هو الوجبة الاساسية، يعني ده مكمل مع نوع نشويات تاني، يعني تحطوه مع ذرة، تحطوه مع ذرة، تحطوه مع عيش، تحطوه مع كزبرة، تحطوه مع علف بياض، تحطوه مع اي حاجة تاني. يعني ما ينفعش ان انا اعتمد عليه لوحده. بغض النظر عن القمح، انا ما ينفعش ان انا اعتمد على اي نوع علف محدد للطيور. لما افضل اكل الطيور نوع واحد نوع واحد نوع واحد، يعني اثبت لها نوع علف واحد، ده غلط
وده والله يا جماعة بيكون سبب من أسباب إن الطيور تقطع عندكم البيض. خلوا بالكم من الحتة دي كويس جدا. تعالوا بقى يا جماعة أقول لكم كمان هو إزاي بيزود إنتاج البيض. ولو ما لقيتوش قمح حطوا يا جماعة، بيعمل قال عنقود البيض. القمح بيحمي عنقود البيض عند الفراخ جامد جدا، وعند الوز وعند الرومي وعند أي طيور تحطها له القمح بيحمي العنقود. طيب البديل بتاع القمح، البديل بتاع القمح النخالة، النخالة أو الردة، لأن كده كده الردة والنخالة ديت هي القشرة الخارجية بتاعة القمح. فلو انتوا ما لقيتوش قمح ممكن تجيبوا نخالة أو ردة وتلفوها مع العيش مثلا أو مع الخضار أو مع الحاجات ديت وتحطوها للطيور بتاعتكم. بصراحة كويسة جدا وبتزود إنتاج البيض عند الطيور. وبالنسبة يا جماعة للناس اللي بتسأل إزاي بقى هي بتزود، إزاي القمح بيزود إنتاج اللحم عند البط، القمح يا جماعة ده دقيق، دقيق القمح ده بيكون دقيق. قد إيه ده يا جماعة؟ نشويات. فالنشويات كويسة جدا جدا جدا، دي نشويات طبيعية مباشرة، ده أحسن كمان من العيش والله، يعني أحسن من العيش. ولو هو مش بيزود الوزن عمره ما هيزود وزن، مش هيزود انتاج البيض. لان طبعا احنا عارفين ان علشان نزود انتاج البيض عند اي حاجه سواء الطيور او البط او الرومي او اي حاجه لازم يكون في غذاء الاول. الغذاء ده هيجي ايه؟ فهو ان زاد الوزن وزادت غذاء الطيور هيزيد اللهم صل على النبي انتاج البيض. تمام، ده كده اللي انا قلت لكم. وطبعا انتظروا بقى الفيديو الجاي اللي ان شاء الله هقول فيه على المبلول، ازاي نعمل المبلول. تمام، وان شاء الله يا جماعة طلع اوردر دلوقتي فرخة رومي من دول بيعها هنا، رومي من بلدي بيع الفرخة الرومي دي. تمام، بيعها علشان هما مش نافعين مع بعض، بتيجي بيجوا الاثنين يرقضوا على بعض، فلازم ان انا ابيع واحدة. فبعت واحدة منهم، هبيع دي دلوقتي، همسكها بقى انا معاكم دلوقتي برضو واوريها لكم. والارنب برضو يا جماعة ياكل من الحاجات دي عادي. وطبعا يا جماعة بلاش تكتروا قمح للحمام، يعني بلاش تحطوا قمح للحمام وهو عنده عيال، علشان القمح سبحان الله مع الحمام بيبرموا، بيبرم الزغاليل بتاعته وبيخلي الزغاليل ضعيفة ورفيعة. اما بالنسبة للفراخ البياضة كويس جدا جدا ليهم والله العظيم يا جماعة، وحطوه عن تجربة والله العظيم. لو شفتوا كلام الراجل اللي رن عليا كان عمال يدعي ويقول لي كلام ان هو يعني بجد يا رب يبقى من نصيب يا رب. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته. واي حد عاوز اي حاجة ونروح بقى نصلي المغرب. طبعا نصيحتي يا جماعه كده في الاخر خالص، عشان بس الجو هنا بيكون حر، ادخلي بقى. يلا يا جماعه، السلام عليكم.